السلام عليكم. محاضرة اليوم هي عن Cell-Mediated Immunity. تعرفنا في المحاضرات السابقة وبتحديد المحاضرتين الأخيرة كان عن Antibody-Mediated Immunity وأعقبناها بالComplement System، وتعرفنا من خلال تلك المحاضرتين عن أهمية الأنتيبودي و Phases of formation of antibody and immune response by antibody. إذا نتذكر أنه antibody mediated immunity كانت most important in certain situations like what? Like toxin induced disorders, microbial infections in which polysaccharide capsules determine virulence, in the host defense response to some viral infections. لو نشوف كل واحدة من هذه النقاط المذكورة كانت أهمية الانتيبودي إلها تتميز بأنه في حالة التوكسين كان عمل الانتيبودي يكون neutralizing التوكسين، ممكن أنه يغلف التوكسين ويمنع ارتباطه بالريسبتر إلى الهوست، فكان neutralizing للتوكسين، يؤدي مهمة في protection. الميكروبيال infection with microbes containing polysaccharides أيضا يعتبر polysaccharides like an encapsulated bacteria for example تكون more antigenic than others since the polysaccharides سميناها من أنواع الانتيجينات اللي نسميها تي independent antigen ما تحتاج الـ T cells. وأخذنا معلومة أيضاً إنه الـ polysaccharides or saccharides in general cannot fit in the groove of MHC. مثل ما نعرف إنه T cell recognize the antigen presented to it via MHC، وبالتالي لا يمكن أن تتعرف على البوليسكرايت إذا لم يستطيع أن يثبت نفسه بالجروف of MSC. إذن كانت الانتيبودي mediated immunity مهمة against encapsulated bacteria. أيضا host defense response against certain types of viruses. الانتيبودي في حالة الفيروس like التوكسين نسميه neutralizing antibody. تغطي الفيروس وتغير من شكلة تمنع من ارتباطه بالسبيسيفيك ريسبتر على الهوست. بالرغم من ذاك، in most microbial infection it is cell-mediated immunity that impart resistance and aids in recovery. So the cooperation of antibodies may be required. إذن ما معنى أنه في كثير من الحالات المرضية الأخرى في الاستجابات المناعية الأخرى لا يكفي الانتيبودي لإداء الغرض من القضاء على الانتيجين. The furthermore cell-mediated immunity is central in host defense against intracellular pathogens such as a virulence viruses and combating tumor cells. Intracellular pathogens تكون less exposed to the immune system فتحتاج إلى طريقة معينة حتى تنعرض إلى الإميون system ويؤدي الإميون response against it. The cell-mediated immunity system includes several cell types and their products. Antigen-presenting cells present antigen to T lymphocytes via their surface-situated MHC proteins and T cell receptors recognize the antigen. من هالنقطتين نفهم إنه cells that responsible for cell-mediated immunity هي T cell. ولما نقول T cell that mean إنه TCR. نرجع نفهم هذه الفرق المهمة بين T cells والB cells إنه الB cell على سطح الPCR recognize the free antigen directly. ما يحتاج إلى وسيط لمعرفة هذا الانتيجين، بينما الـ T-cell receptor cannot recognize the free antigen. It must be presented to it via another cell by MHC molecule. إذن كل ما نذكر T-cell
يقابلها antigen presenting cell، تعرض الانتيجين الى تي سيل حتى تقدر تتعرف عليه بواسطة التي سيل ريسبتر. من هذا الفرق ما بين البي والتي سيل. نكون في نهاية هذه المحاضرة عندنا المعلومات الكافية عن التي سيل، هنعرف عن الديفلوبمنت والماتوريشن للتي سيلز والسايد اوف اتس ديفلوبمنت اند ماتوريشن، نعرف التايبس اوف ذيس سيلز، نعرف البروليفريشن اند ديفرنشيشن اوف ذم والاكتيفيشن اوف تي سيلز. الديفلوبمنت اوف تي سيلز، عرفنا من المحاضرات السابقة انه التي سيل بروجينيتور سيلز تبدي من البون مارو، الهيماتوبايتك ستيم سيلز ان ذا بون مارو، راح تدخل الى الثايموس حتى يصير لها الديفلوبمنت ديفرنشيشن ماتوريشن انتو تي سيل. لما تدخل الى الثايموس كهيماتوبايتك ستيم سيل وتبدي بتي سيل بروجينيتور سيلز، ما يكون على سطحها اي نوع من الريسبتورز. داخل الثايموس حتبدي تاخذ الاشارات حتى تظهر على سطحها الريسبتورز المهمه اللي تعطي ستراكشر لهذه التي سيلز وتعطيها الفانكشن الخاص بها. اول ما يبدي يظهر على سطحها هو تي سيل ريسبتور. احنا نعرف التي سيل ريسبتور كستراكشر كان عباره عن الفا بيتا بيرال هيليسز، يعني 95% of T cells in circulation على سطحها الفا بيتا تي سي ار، الاذر 5% تحتوي على سطحها جاما سيجما. لو نحكي عن الماتوريتي اوف ذم اللي هم الالفا بيتا، تبدي يظهر الالفا وتمر في عده مراحل اللي هي اربع مراحل نسميها دبل نيجاتيف. يعني شنو دبل نيجاتيف؟ دبل نيجاتيف ما موجود على سطحها لا سي دي 4 ولا سي دي 8، دي يتكون بعد التي سي ار. من تخلص الاربع مراحل يظهر البيتا هيليسز مال التي سي ار، فصار هسه اكتمل التي سي تي سيل ريسبتر، اكتملت الفا بيتا. بعد اربع مراحل من الدبل نيجاتيف وبعد اكتمال التي سيل ريسبتر حيبدي يظهر التو ماركرز سي دي 4 والسي دي 8 سوية، فحنتحول من دبل نيجاتيف الى دبل بوزيتيف. تي سيلز و تي سي ار اند سي دي 4 اند سي دي 8 ات ذا سيم تايم، نسميها دبل بوزيتيف. احنا نريد نركز على معلومة مهمة انه التي سي ار مثل ما قلنا يجب أو إنه هي حتتعرف على الانتيجينات المعروضة، وحتى تكون healthy T cells يجب يكون على سطحها T cell كان recognize between cell and non-cell antigen. هذا الشيء تتعرف عليه داخل الثايموس. Educate and learn how to recognize between cell and non-cell antigen. فنشوف انه داخل الثايموس حتنعرض لها السيلف انتيجين، وحتتعلم انه العرض يتم عن طريق السيلف ام اتش سي، وهذا ما سميناه بالام اس سي ريستركشن. فطالما دا ينعرض اي انتيجين باي السيلف ام اس سي، اذا هو نون سيلف انتيجين، وحتتعرف عليه تي سي ار كنون سيلف انتيجين. اذا عمليه الام اس سي ريستركشن تعرفت عليها او تعلمتها داخل الثايموس، وبالتالي حيكون التي سي ار هنا هي عباره عن ريسبتور كان ريكوجنايز بتوين سيل اند نون سيل. وبالنهايه الخلايا اللي حتطلع من الثايموس الى السيركيليشن ات ماست بيرينج ذس تايب اوف تي سي ار، اي مين تي سي ار كان ريكوجنايز بتوين سيل اند نون سيل، وإلا
إذا ظهرت واحدة من الخلايا كان not recognized between self and non-self حتأدي إلى واحدة من أسباب autoimmune disease. هذا النوع من التي سيل حنسميه autoreactive تي سيل وحيكون واحد من مسببات autoimmune disease. نرجع إلى داخل الثايموس بعد أن ظهر التي سي آر اكتمل وظهر الدبل بوزيتيف. هنا أيضا الخلية تكون غير فاعلة لأنه بعد انتهاء الأربع مراحل أيضا من الدبل بوزيتيف حتبدي ينحذف واحد من السي دي 4 أو سي دي 8 حتى بالنهاية يظهر إلى السيركليشن تي سيل على سطحة تي سي آر with سي دي 4 only وهذه نسميها تي هيلبر. والنوع الثاني تي سيل with تي سي آر and سي دي 8 only هذا نسميها تي سايتوتوكسيك يعني سينجل بوزيتيف. أما سي دي 4 أو سي دي 8 هذه العملية حتى يتحصل بالنهاية على healthy mature inactive T cell بالcirculation. ما معناه إنه يجب أن تمر في عملية selection أختار الخلايا healthy ويصير عملية deletion للخلايا الغير جيدة. فإذا عندنا two types of selection positive selection. شي يسوي positive selection retention only those that are non-self antigen specific with either CD4 or CD8 اختيار الجيد من T cells اللي على سطحها TCR recognized between self and non-self and with single positive either CD4 or CD8 هذا كله بالpositive selection تم اختياره. النيجاتيف سيلكشن شي يصير بي those clones that are potentially anti-cell are either deleted or functionally inactivated. A deletion of any non-healthy T cells either by apoptosis or by certain cytokines and also maybe non-functional, inactivated of its function. حقيقة أي خلية تطلع من الـ T cells with double positive حتكون non-functional T cell. فإذا هذه أيضا يتم القضاء عليها بالـ negative selection. Negative selection delete الـ autoreactive T cells and also non-functional T cells. الـ positive selection هو select all healthy T cells. في نهاية الـ development هذا وخروج الـ T cells healthy, mature, but it's inactive تظهر إلى circulation بشكل الـ healthy والـ mature, but inactive. Activation يبدي بعد أن تتعرف على الـ antigen المعروض إلها. إذن حتمر بما نسمي T cell proliferation and differentiation. In naive T cells are activated when they encounter antigen on antigen presenting cells. Antigen alone is insufficient. هذه معلومة بنكررها دائما ونقول إنه T cell recognized the presented antigen, cannot recognize the free antigen. Okay? Then, resting T cells must receive two signals for activation to occur. One signal comes from the TCR interacting with an MSC antigen complex presented on another cell. Recognition of antigen triggers a set of biochemical pathways in the cell that result eventually in DNA synthesis and mitosis. إذن حنمر بأكثر من خطوة للactivation of a T cell. The first signal of activation represented by recognition of antigen by TCR.
يعني إذا تذكرون في محاضرة Antigen Processing and Presentation عرفنا أنه الأنتيجينات إذا كانت Exogenous Antigen تدخل إلى الخلية ويصير لها Processing وتصنع الخلية MSC2 loaded with residue of Exogenous Antigen وينطلع إلى السطح حتى ينعرض إلى T helper. ليش للT helper؟ لأنه الـ MSC2 الـ constant region مع الـ MSC2 interact with CD4 CD4 موجود على الـ T helper. إذا كان endogenous antigen حيصنع الخلية MSC1 loaded with for example الـ viral كintogenous protein بالجروف مع الـ MSC1 وتطلع إلى السطح حتى تنعرض إلى الـ T cytotoxic. ليش؟ لأن الـ constant region مع الـ MSC1 interact with CD8 اللي موجودة على T cytotoxic. هسه من انعرض حنبدي الـ TCL receptor recognize these presented antigen. مجرد ما تتعرف عليه حتعطينا الـ first signal of activation. Recognition of antigen هذا trigger a set of biochemical pathways in the cell واللي بالتالي ينتهي إلى DNA synthesis and mitosis. يعطي إشارة DNA بالنيوكليوس حتى شو تسوي شنو يكون response against this. Critical to the signaling events are the proteins of the CD3 complex associated with the T cell receptor chains. نرجع إلى المحاضرة اللي حفظنا بها الـ main and costimulatory receptors on each cells, immune cells, including T cells. قلنا واحد من الـ main receptor بعد الـ TCR هو CD3. شنو كانت وظيفة الـ CD3 كـ main receptor on T cells؟ هو transduces signal of activation to inside the cell. فهنا أنا to inside الـ T cells. فنقل الإشارة هذه يؤدي إلى أنه for example واحدة من الـ response لهذه لهذا التعرف أنه أو شكل الـ activation للـ T cells أنه تبدأ تصنع interleukins. For example صنعت interleukin 2. ليش interleukin 2؟ هذا يعتمد على نوع الأنتيجين. الأنتيجين هو يعطي الإشارة للـ T cells حتى تصنع which type of interleukins. وبالتالي هذا الـ interleukins release from the activated T cells to other حتى يروح إلى الـ other T cells and other actually other cells that bearing interleukin 2 receptors. عمل الـ interleukins إنه يروح يرتبط بالريسبتر السبيسيفيك إلى على أي خلية تحمل الريسبتر الخاص به يرتبط بها ويحولها إلى أكتف. فإذا المهم إنه الأكتيفيشن مال هاي التي سيلز إنه تنتج لنا أنترلوكينات والأنترلوكينات من تنطلق هي تروح على الريسبترات الموجودة على الخلايا الأخرى وتؤدي للأكتيفيشن لهذه الخلايا. هذا الشرح أنا حوضحها في المخطط التالي. عندنا T cell دائما يقابلها antigen presenting cell. ال T cell على سطحها TCR that recognize the presented antigen by MHC molecule. مجرد ما صار recognition لهذا الانتيجين by T cell receptor حتظهر other cell-cell adhesion molecule يعني تقوي الارتباط ما بين الخليتين. هذا يمثل first signal of activation. Recognition of antigen by TCR represent first signal of activation. الآن نبدي نذكر الكوستيميلاتوري مولكيولز اللي حفظناها في المحاضرات السابقة. قلنا إنه أول كوستيميلاتوري مولكيول on T cell كان اسمه CD28. يقابل CD8 أو إلى تسمية أخرى B7. CD28 بارتباطه بCD80 على الأنتيجين presenting cell يعني CD28 on T cell interact with CD80 على الأنتيجين presenting cells
حيوفر لي second signal of activation. هنا حتبدي T cell تصير active. لو ما موجود CD28 حيصير recognition للانتيجين لكن لا يحدث activation للT cell. CD28 هو اللي حيبدي الاكتيفيشن. اي اكتيفيشن سيجنال قلنا شلون تنقل الى داخل التي سيل؟ تنقل باي CD3. شوفوا بالرسم ظهر يم التي سي ار. CD3 ترانديوسز سيجنال اوف اكتيفيشن تو انسايد التي سيلز. طبعا ديبند اون ذا تايب اوف انتيجين حيصير فد ترانسكريبشن للجينات الموجودة بالدي ان اي مال تي سيلز وتنتج لنا فور اكزامبل حتنتج انترلوكين 2. انترلوكين 2 حيروح يسوي اكتيفيشن للتي سيلز ذات بيرنج انترلوكين 2 ريسبتور، ميبي يرجع على نفس الخلية اللي صنعته اذا كان على سطحها انترلوكين 2 ريسبتور. هذا يسموه اوتوكران فاشن اوف سايتوكين اند maybe the other T cell or any other cell, any other immune cell bearing the interleukin 2 receptor. يروح ويرتبط بيها ويخلي كل ال other cells صير active against this type of antigen. وبالتالي ال immune response حيتحرك بكل أشكاله ويخلصنا من هذا ال antigen. زين، احنا مثل ما نعرف انه كل recognition يعقب proliferation وبعدين الactivation، فهذا تزيد عدد الخلايا اللي يصير active، دي يزيد إنتاج الانترلوكين، دي يخلي كل الخلايا يصير لها activation وزيادة في عدد ال mediators that produced by these cells. انتهى الانتيجين، مفروض يتوقف كل هذا اللي يوقف الactivation of T cell. نشوف مكان CD28 حيظهر شنو؟ حيظهر CD152، يعني replacement of CD28 by CD152 interact with the same CD80 on antigen presenting cells and this provide the negative signal inhibition للactivation وترجع T cells إلى وضعها الطبيعي. وأي T cell صار بها activation حتروح بالapoptosis، نرجع للstated level of the T cells. وهاي واحدة من صفات الadaptive immunity. Self-limited جاء بعد الactivation ينقضي على الactivated cells ونرجع للليفل الطبيعي وترجع T cell الأصلية وعندها استعداد الآن حتى تستقبل other antigen presented to it via antigen presenting cell. هذا الفيجر يبين الكلام اللي قلته بالخطوات السابقة من خلال رسم يظهر كيفية الانتراكشن ما بين التي سيل والانتيجين بريزنتنج سيل وبالتالي يعني طريقة العرض وشون دي يصير اكتيفيشن للتي سيل. من هذا نعرف انه we have type of T cells. T cells fall into two broad categories. مثل ما قلنا CD4 and CD8 expressing cells. إذا CD4 فهي نسميها T helper. CD8 نسميها T cytotoxic. نجي على CD4. It can become one of two main categories of effector T cells. T helper 1 and T helper 2 cells. هذا يعتمد على شنو؟ على نوع الانترلوكينز اللي راح تنتج. احنا قلنا الإفكتر فورم of T cells هي تصير producing للانترلوكينز. أوكي؟ فمن تظهر تطلع من الثايموس تطلع بشكل mature T help T helper. بعد ما ينعرض لها الانتيجين حيصير لها differentiation either to T helper 1 or T helper 2. وهذا يعتمد على نوع الانتيجين. هو حيخليها تصير T helper 1 or T helper 2. فإذا صارت T helper 1 synthesize هاي نحفظها interleukin 2 interferon gamma and tumor necrosis factor beta. إذا صارت T helper 2 synthesize interleukin 4 interleukin 5 interleukin 10 and interleukin 13.
هذا المخطط يظهر لنا انه تي هيلبر 1 سينثيسايز انترلوكين 2 انترفيرون جاما تيومر نكروسيس فاكتور بيتا. تي هيلبر 2 سينثيسايز انترلوكين 4 5 10 and 13. وبالتالي الفانكشن هتختلف. يعني الانترلوكينز والسيتوكينز ذات برودوس باي تي هيلبر 1 الفانكشن مالتها انه اكتيفيت CD8 NK cells and macrophage. بينما الانترلوكينز produced by TLBR2 trigger B cells to class switch to IgE and activate eosinophils. كأنما من هذه الفانكشن نشوف أهمية TLBR1 بالcell mediated immunity والTLBR2 بالallergy and parasitic infection. كون تتخلي البي سيل يصير لها كلاس سويتشنج تو سينثيسيس اي جي اي والاي جي اي مهم في الالرجيك ريأكشن اند باراسيتيك انفكشن وايضا هذه الانتروكينز تسوي اكتيفيشن للايوزينو فيلز. نجي على النوع الثاني من التي سيلز اللي هو سي دي اي تي سيلز وهذا يسمى بالتي سايتوتوكسيك. CD8 T cells can become fully activated effector cells either by interacting with MSC antigen complexes on professional antigen presenting cells that express high densities of costimulatory molecules CD8 T نسميناها B7 or via the help of CD4 T cells that are interacting with the same antigen on a cell that express only low level of costimulatory molecules. يعني عمل ال CD8 أو T cytotoxic أيضا هي حتسوي recognition للpresented antigen على سطح TCR وعندها core receptor هو CD8. فلما تجي تتعرف على يا نوع من الانتيجينات الاندوجينوس انتيجين presented by MSC1 كون الكونستانت ريجن of MSC1 interact with CD8 فحتتعرف عليه ويصير لها activation. الاكتيفيشن مال ال CD8 or T cytotoxic حنتعرف عليه بشكل كامل في المحاضرة القادمة. أو إنه ممكن T cytotoxic يصير active by helping of T helper cell. T helper cell أحيانا لما نعرض لها الانتيجين بال MSC2 حتنتج انترلوكينات. هاي الانترلوكينات ممكن تروح ترتبط على specific receptor إلها على سطح T cytotoxic وتخليها تصير active block cytotoxic mediators of them. بعد هذا لازم نعرف إنه after each exposure to antigen primary immune response followed by secondary immune response. Secondary immune response represented by immune response against the same antigen for the second time after several maybe weeks, months, years حيكون اكو response against the same antigen. هذا بسبب الميموري وجود السيرفايفل سيلز اللي سميناها ميموري سيلز. عرفنا انه اكو ميموري سيل في حاله البي سيل وايضا موجود ميموري سيل في حاله السي دي 4 تي سيل اللي سميناها سي دي 4 تي ميموري سيلز. Following antigen stimulation CD4 T cell members increase substantially. Okay? During the course of response to antigen, most of the activated cells die off by apoptotic mechanisms. يعني حتى نعرف إنه after primary immune response, أي cell حيصير لها activation. يعني تتمثل إنه proliferation وبعدين تتحول إلى two subsets. واحدة تصير effector 4 اللي active واللي حتعمل immediate أو يعني في ذلك في وقت التعرض للأنتيجين ضد الأنتيجين والست الثاني اللي هو survival واللي نسميه memory. هذا وظيفته تبدي بالsecond exposure for the same antigen. اللي صارت active at the time of exposure to antigen بعد انتهاء الأنتيجين تروح بالapoptosis die of by apoptotic mechanism. بينما
surviving cells form the long-lived antigen-specific CD4 memory cells. The memory cell does not need B7 CD28 costimulatory interaction to induce full T cell activation. نحن مجرد نسوي recognition antigen وهذا الفرق ما بينها وبين ال parent T cell إنه ما تحتاج ال costimulatory CD28 to form full activation for T cells. رأساً حصير active بمجرد التعرف على ال antigen. يا antigen the same antigen اللي سبب تكونها بالمرة الأولى. إذن من خلال هذه المحاضرة اللي هي عن Cell-Mediated Immunity اتعرفنا على T-Cell، شفنا شون صار لها الDevelopment والMaturation inside the thymus، وبالتالي أيضا تعرفنا أنه شون دي يصير لها Activation after recognition of presented antigen. المحاضرة القادمة إن شاء الله حنفهم Function of T-Cells as Effector and Regulatory function of T cell. شكراً.